هعمل معجنات باللانشون، رول باللانشون زي ما تسموها. انا هعمل 3 كوبات من الدقيق. بدل ما اشتري عيش بقى كل اشتري الوصفه دي، انا ممكن اعملها واحطها في الفريزر واطلع منها واحده واحده، هايله تمام. وفيها لانشون وفيها جبنه، عايزه لانشون بس زي ما انت عايزه، زي ما انت عايزه، بس هي اللانشون هو الاساس بتاعها. دي عباره عن ايه بقى؟ العجينه 3 كوبايات دقيق، بيضه بغذيها بقى، غزوها، معلقتين لبن بودره، مش عايزه لبن بودره احط نص كوبايه لبن عادي، معلقه كبيره خميره، معلقه كبيره سكر، شويه زعتر جوه العجينه، وعشان تبقى برده الزعتر ده مغذي وبيدي طاقه كده ولذيذ جدا. احنا دلوقتي بندور على كل حاجه بتدي طاقه، بتقوي الذاكره، بتركز، كل الكلام ده. واهتموا بالموز، يعني ملهاش علاقه الموز هنا، بس اهتموا بالموز، على الاقل صباع موز واحد في اليوم. وربع كوبايه من الزيت، تمام. هحشيها ايه؟ هحشيها جبنه موزاريلا، جبنه رومي، ولانشون، ممكن حاجه واحده منهم بس طبعا، يعني اللانشون هو الزيتون. نعمل ايه؟ نقول بسم الله، صح ولا ايه؟ بسم الله. معلقه 3 كوبايات دقيق، معلقه خميره، معلقه سكر، رشه الملح، معلقه الزعتر هو اختياري بس مفيد، واللبن البودره مفيش منه يبقى نحط نص كوبايه لبن، تمام. خلي الزيت ونقلب دول، وبعدين نحط البيض والايه، انا بزود قيمه غذائيه للوصفه. حلو الكلام، حلو الكلام. قلبنا بقى ده كلهم مع بعض كده، 3 كوبايات دقيق، معلقه زعتر، معلقه معلقتين لبن بودره، معلقه خميره، ده كل اللي هنا. هحط بقى ربع كوبايه من الزيت، نعمل ايه، فحفيره عليها بيضايه عشان بغذي العجين. ممكن اعمل بدقيق بلدي، حط شويه دقيق بلدي فيها، وديت فين الدوره، حط فيها شويه دقيق بلدي بضايه كده، حطي فانيليا برضو. اي عجين فيه بقى فيه بيض لازم تحطي فانيليا. وهنعجن بالميه عجينه حلوه طريه كده، ايه عجينه طريه اهي، تعجني فيها شويه 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 شويه، حطيت دي بس كده. اهو نلمها، حلو الكلام، حلو الكلام. خلصنا، تعالوا بقى نمسك العجينه اللي ايه، اللي خمرت. طبعا انا حاطه معلقه زعتر، انتوا شايفينه ده، ده زعتر بس، حابه تحطي زعتر اوكي، مش حابه بلاش، زي ما انت عايزه ماشي. لملم الدنيا ونجيب العجينه الخمرانه. هنعمل بقى حاجه سهله، هنعمل حاجه سهله جدا، وهحطها في قوالب الكب كيك من غير ولا كب كيك ولا حاجه. نجيب ايه، نجيب ايه، النشابه، بسم الله. نفرز العجينه كلها مره واحده، افرديها مستطيل رفيع، مش رفيع قوي يعني، بس مستطيل يعني ايه كويس. 3 كوبايات دي الدقيق دول اللي هم حوالي نص كيلو، بيديني بقى حاجه ايه كبيره، يعني كتير كتير قوي، يعني دول ممكن يعملوا لي 12 18 ساندوتش، 18 ساندوتش. هتقولوا لي طب ما الدقيق غالي، طب ما برضه لا، ما انت عم تعمليه هتوفري برضه، برضه هتوفري.
ادي كده ايه مستطيل. حلو الكلام. تعالوا بقى ايه اخر. حاضر هتكفي كده مش هتكفي كده؟ مش انا بس عملت النسخه ودول اللي بقي معايا. فهناخدهم بقى ايه نقطعهم. هنفرد كده ماشي. جبنة نقطعها برضو. ما تحطوش كتير ده كله هيتلف ما يبقاش سندوتش حادق. عايز تحطي مبشورة حطي مبشورة عادي ماشي. موتزاريلا برضو مش كتير حاجات بسيطة كده. زيتون ده اختياري ممكن او ممكن لا بس كده كفاية. تمام تعالوا بقى نلفها. بسم الله الرحمن الرحيم. حلو الكلام. قوالب الكب كيك هناخد بقى كده بسم الله. اول سندوتش اهو كده وتسيبيه يخمر شوية. وتسيبيه يخمر وبعدين ايه دخليه الفرن. يعني تسيبيه يخمر قد 10 دقايق بس. تمام.